أنزل ستار مساء أمس على أعمال الدورة التي أقامها تجمع أبناء جهد بالتعاون مع مركز الملك فيصل الصحي، وذلك حول خطورة مرض الكبد الوبائي. عبد الله هارون برما والتفاصيل. بعد 3 أيام من فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول كيفية الوقاية من التهاب الكبد الفيروس الوبائي، جاءت المناسبة الختامية لهذه الدورة والتي بادر بتنظيمها تجمع أبناء تشاد للجمعيات المدنية بالتعاون مع مركز الملك فيصل الصحي، وذلك بهدف تدريب العاملين في قطاع الصحة من الشباب للمساهمة في مكافحة الأمراض الوبائية. ويعد مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي من أخطر الأمراض القاتلة والذي انتشر في بعض من أقاليم البلاد. مدير مركز الملك فيصل الصحي: نظرا لأهمية الموضوع، قام المركز الملك فيصل بدعم هذه الدورة، ويتمنى أن تتكرر مثل هذه الدورات. بدون الإنسان لا تكون تنمية، لا يكون عمران، لا يكون أي شيء. فنرجو الاهتمام بهذه الدورات التي تثقف الإنسان من جانبه الصحي. أما ممثل الرئيس الوطني لتجمع أبناء تشاد بدوره طلب من جميع المشاركين الاستفادة من المعلومات القيمة التي تلقوها خلال عملية التدريب. تعتبر هذه الدورة هي أول دورة صحية يقيمها التجمع، وهي بداية لسلسلة من الدورات التدريبية والمحاضرات والندوات تختص بالجانب الصحي فقط. فركزنا جهودنا على هذه الدورة لمحاربة ومكافحة الأمراض الوبائية. اخترنا فيروس الكبد الوبائي كبداية لهذه الدورات بسبب الأرقام المقلقة في هذه الفترة التي تمر بها البلاد. ونحيطكم علما بأن هذه الدورة ستأتيها دورات مماثلة في الأيام القادمة.